نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وإلى عناوينها، أكد مدير المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون العراقي هشام الأركاب استمرار المشاورات بين القوى السياسية التي يترأسها ائتلافه وائتلاف الفتح لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي. وفي اتصال مع الميادين أعرب عن أمله الكبير بإنشاء الكتلة الأكبر، وأشار إلى أن المشروع الوطني للائتلاف يستند إلى مبادئ وطنية. لا تزال المشاورات بين الاقتصادي، وكانت كتل سائرون والنصر والحكمة والوطنية قد أعلنت الاتفاق على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تأليف كتلة برلمانية تتمكن من تشكيل الحكومة. وعقب اجتماع لقيادات الكتل، شدد المجتمعون على أن التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة. أعلن وزير النقل السوري علي حمود أنه من المتوقع وصول أول طائرة ركاب عراقية إلى مطار دمشق الدولي اليوم. حمود قتل وأصيب 10 مسلحين من الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا في كمين نصب لهم جنوب سراقب بريف إدلب. يأتي ذلك بعد يومين من مقتل عدد من أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله بتوصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق بشأن إدلب. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جبران باسيل، دعا الجماعات المسلحة في إدلب إلى النأي بنفسها عن جبهة النصرة، وأكد مضي موسكو في التنسيق مع الدول الأوروبية وجوار سوريا لإعادة اللاجئين. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني أن بلاده مهتمة بإنجاح المبادرة الروسية لعودة اللاجئين السوريين، مؤكدا الاستعداد للتنسيق مع موسكو ودمشق والأمم المتحدة بهذا الشأن. أفادت وكالة رويترز بأن الصين بدأت تلجأ إلى الناقلات الإيرانية للحفاظ على تدفق النفط وسط العقوبات الأمريكية. يأتي ذلك فيما أعلن وزير النفط الإيراني بيجان زانكانا كان توتال. بدورها، شركة النفط والغاز الفرنسية توتال أعلنت أنها أخطرت السلطات الإيرانية من انسحابها من مشروع بارس الجنوبي للغاز، وذلك بعدما لم تحصل على إعفاء. المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي أعرب عن عدم الرضا على التطور البطيء بخصوص حزمة الاقتراحات الأوروبية، وقال أن مجموعة العمل الأمريكية الخاصة بإيران إجراء عدائي تجاه الشعب الإيراني وحرب نفسية سيتم إحباطها. تقدمت تركيا بشكوى إلى منظمة التجارة الدولية ضد الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم التركيين. يأتي ذلك بعد أيام على إعلان الرئيس الأمريكي. أهلا بكم من جديد. في أول خطاب له بعد توليه منصب رئيس وزراء باكستان، أعلن عمران خان تخليه عن المقر الفخم المخصص لإقامته إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد والنهوض بالاقتصاد، وشدد على أهمية تحسين علاقات بلاده مع جيرانها. هبة الله بيطر. قاد عمران خان، قال مسؤول العلاقات الوطنية والخارجية في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن الفصائل الفلسطينية التي زارت القاهرة مؤخرا لم تناقش مع المسؤولين المصريين أو فيما بينها أي اتفاق جديد. البطش أوضح أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة شددت على رفضها التهدئة في غزة، وأبلغت مصر بذلك في الاجتماعات، وعرضت لباقي الفصائل الفلسطينية أسباب رفضها ورؤيتها للحلول البديلة منظمة التحرير. يزداد القلق في الجيش الإسرائيلي من انتشار واتساع ظواهر سلبية كارتفاع نسب المحتاجين إلى علاج نفسي بين الجنود، وارتفاع نسب الانتحار، وانخفاض الدافعية للانخراط في الوحدات القتالية. هني فحص. اتخذ دجما متسال نيم مسلم من ميناء إلى صعيد عرفة عشية عيد الأضحى لأداء ركن الحج الأكبر، داعينا للأمة الإسلامية بالوحدة وللمنطقة بالسلام والاستقرار. زهراء ديران. وليال عشر دها. عادت الحركة إلى أعرق أسواق الحلوى الدمشقية عشية عيد الأضحى المبارك. سوق الميدان أو مطبخ دمشق كما يسميه السوريون يشهد حركة تسوق كبيرة في ظل مناخات الأمان. محمد الخضر. ائتلافات. للمزيد زور صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net. إلى اللقاء.